شكرا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في هذا الموعد الدوري معكم. أول حاجة مش نبدأكم بالوضع الوبائي في تونس وفي العالم وبالإجراءات التي تم اتخاذها حاليا باللجنة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا. بالنسبة للوضع الوبائي لاحظوا تفشي عدوى مجتمعية وارتفاع نساق العدوى وعدد الحالات. بلغنا حاليا 4237 وفاة، ربي يرحمهم ويصبر عائلتهم. في شهر أكتوبر سجلنا 1430 حالة وفاة، أي بمعدل 47 وفاة في اليوم. في شهر نوفمبر 1592 وفاة، أي 53 وفاة في اليوم كمعدل. وفي شهر ديسمبر إلى حد يوم البارحة 830 وفاة، أي 40 وفاة يوميا. وهذا يتم تحيينه دوريا، وقاعدين حاليا نطوره في منظومة معلوماتية مع مصالح البلديات مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة، مش يبدأ عنا عدد الوفيات بصفة آلية ومحينة وقتيا. لاحظت نقص في عدد الوفيات، هذا نتيجة لنوع ما من تطبيق الإجراءات في الفترة السابقة، إلا أن تو لاحظنا منذ فترة تراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية على جميع الأصعدة. حاليا عندنا أكثر من 120 ألف حالة حاملة للفيروس، حسب طبعا طاقتنا في إجراء التحاليل اللي هي رفعنا فيها ولينا نعمله في أكثر من 5000 تحليل يومي. عندنا توا أكثر من 80 معتمدية فيها أكثر من 100 حالة حاملة للفيروس في 100 ألف ساكن في 14 يوم الأخيرة، وهذا تتسمى عدد كبير من حالات الفيروس. مع تضاعف عدد الحالات بصفة كبيرة في بعض الجهات توصل حتى الخمسة مرات بين الأسبوع الماضي والأسبوع هذا. نحب نأكد هنا المسؤولية في الوقاية من انتشار هذه مسؤولية جماعية، وكلنا معنيين بمقاومة انتشار الفيروس والحد من سرعة انتشاره. عندنا توا 1375 مقيم بالمؤسسات الاستشفائية العامة والخاصة، منها 83% في المستشفيات العمومية. من حالات هذه 306 في الأقسام الإنعاش، 76% منهم بمؤسسات الاستشفائية العمومية. علما أن اليوم عندنا على ذمة الكوفيد 292 سرير إنعاش، ونسبة الشغور يعني تو دوكيباسيون 77%، و 1913 سرير أكسجين بنسبة شهور 48%، وإحنا قاعدين أقصى جهدنا نحاولوا مش المحافظة على المنظومة الصحية باش ما نخليوهاش تنهى. اللجنة العلمية اللي تجتمع العادة كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع لإعداد اللجنة اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة جائحة كورونا اللي تنعقد عادة يوم الأربعاء، لكن نظرا لظهور سلالة كورونا جديدة في بعض البلدان وارتفاع نسق انتشار الفيروس، وقع اجتماع طارئ يوم الاثنين صباح الاثنين عدينا فيه اللجنة العلمية اقترحت عديد الإجراءات للجنة الوطنية اللي كانت مجتمع حاليا واخذت عدة قرارات. خلال اجتماع اللجنة العلمية كما قلنا دونك وقع دراسة المعطيات الوبائية اللي قدمها المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، وقع تقييم الوضع الوبائي، وقدمت اللجنة توصيات رفعتها إلى السيد رئيس الحكومة اللي هو رئيس اللجنة الوطنية لمجابهة الكورونا. دونك اجتمعت اللجنة الوطنية حاليا وخرجت بالقرارات التالية اللي هي مواصلة تطبيق الإجراءات العامة المتخذة في 6 ديسمبر 2020 والالتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية إلى غاية يوم 15 جانفي 2021، مع الحرص على مواصلة تطبيق حظر الجولان، مواصلة منع التنقل بين الجهات ما عدا في الحالات الاستثنائية والطارئة، منع جميع التجمعات والتظاهرات مهما كان نوعها، والحفلات العامة والخاصة بما في ذلك الاحتفالات برأس السنة الإدارية.
تكليف الهيئات المختصة بالرقابة بتجديد الرقابة على تطبيق صارم للإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا الجديد. هذه المعطيات اللي عندي، لو عندكم أسئلة مرحبا بك. شكرا. خولة سليتي، راديو شمس فم. سيد الوزير، سؤال الأول فيما يتعلق بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا سارس كوف 2، هل ثبت تسجيل إصابة بهذه السلالة الجديدة في تونس أو لا؟ السؤال الثاني، مستجدات تزود تونس بالتلقيح خاصة مع ظهور هذه السلالة، ولا توجد بعد معلومات مؤكدة حسب ما يتم تداوله حول معلومات مؤكدة حول مدى نجاعة التلقيح في ظل وجود السلالة الجديدة أو لا؟ وأختم في جملة الإجراءات التي ذكرتموها، أشرتم إلى مواصلة منع التنقل بين الجهات. التنقل بين الجهات لم يمنع عمليا سيد الوزير، هناك تنقل بين الجهات على مدة كل الأيام السابقة، ما نتنقلوا ونشوفوا معناتها حتى احنا في اطار مهامنا حتى كرصد معناتها من طرف المواطنين. فهذا هو معناتها ملاحظه وسؤال في نفس الوقت، مع الشكر. فيما يخص ال ال فيما يخص السلالة، هكا يسميها سلالة الجديدة، لا نحب نفسر اللي الفيروس هذا ينجم يسير وفيه تغييرات وعدد متاعهم كبير، وصلوا نقول لك آلاف لميوتاسيون. وقتاش نقولوا سلالة؟ اللي هي يصير فيها تجمعات نتاع عدد معين من الميوتاسيون، يبداو واضحين يبداو يتعاودوا تبدا تتناقل يبداو ستابل، وقتها نقولوا فماشي حاجة اللي هي مبدلة ولا ديفيرونت بالنسبة للسوش ولا للسوش اللي كانوا متواجدين اللي هو نعرفوهم من قبل. هذه حاجة للتفسير. ثانيا باش نرجع للحاجات اللي قلت في تونس فما ولا ما فماش. في تونس صار تقطيع جيني في عدة أماكن، في تونس، في صفاقس، في دولوكات، في كونسورسيوم، ماذا في عدة باحثين وأطباء. بون سي فري، آخر مرة يظهر لي الشهر اللي فات، دونك مازال ما صارش تقطيع، خاطر ما يصيرش دو فاسون سيستيماتيك. تقطيع الجيني يصير باش نعرفوا شنية النوع نتاع الفيروس اللي موجود مقارنة باللي باس دو دوني والفيروسات اللي متواجدة في العالم. لا هذه حاجه، دونك ما كانش موجود وما ريناهش دو لي سيكونس اللي صاروا من قبل. توا باش يصير في المستقبل، خاصه اللي نعرفوهم التبديلات نعرفوهم فين، خاطر زون ايتي ديكريت دونك بالبريطانيين خاصه، دونك باش يمشيو يركزوا عليهم الناس اللي باش يلقاو في العينات اللي هي تبدا ايجابيه مهما كان مأتها. فهمت؟ باش يصير في بعض منهم باش نثبتوا كان هذا دخل ولا ما دخلش، اما الى حد الان ما عندناش معناها علم، وايضا معناها ما فماش معلومات اللي تقول اللي هذا دخل تونس وما نظنوش اللي دخل. هذه حاجه الاولى. تو قلت حكايه التلقيح، التلقيح الموجود يحمي ضد الفيروس الكورونا فيروس الكوف 2 وايضا ضد السلاله هذه الجديده. علاش؟ على خاطر التغييرات في البروتين اس مهاش كبيره، ويمكنوا من المضادات وايضا من المناعه اللي تعتمد على الخلايا باش تكون فعاله ضد الفيروس هذايا. ومش المناعه نتاع اللي هي تطورت بعد التلقيح، لازم نزيد نقول لك زاد المناعه التي تتطورت طبيعيا بعد المرض ولا العدوى بلا اعراض اللي هي يطوروها الناس واللي تحمهم من احنا نقولوا لا غي انفيكسيون باش ينجم يعاود يعمل مرض بالفيروس هو بدو. دونك حمايه موجوده، الفيروس القديم والا السلاله الجديده هذه. ما عرفتش كان فما حاجه اخرى ما عندها علاقه. شنو هي؟ تطبيق الاجراءات. لا سيجاوبت عليه هنا. حسب تجربتي، التزامن بالفاكسان اللي هي الفاكسان كوفيد
اي شبيه الفاكسان التزود التزود بون الفاكسان كيما دايوغ سايتي انونسي احنا لها مده وهي تو المخبر هو اللي اعلم عليها احنا كنا في تفاوض معاه هو علم اللي من فايزر نجم نقولوه الفاكسان من نوع ار ان مساجي اللي هو تو مستعمل في من اول المستعمل تو في العالم وهو اللي اعطى نتائج اوليه ونتائج نهائيه ونشريات علميه تؤكد النجاعه في تطوير المناعه وفي الحمايه ضد المرض وايضا السلامه دونك هذا معناه ناخذينا كيفاش يقولوها الشوا نتاعنا كان معناها واحد دونك فما مليوني جرعه اللي هي انجاجي باش يجيو في التريمستر الثاني نتاع 2021 من ابارتير دافريل هكولا وفما تموقع كما قلنا زاد من الاول مع المبادره نتاع كوفاكس اللي هي معناها تشرف عليها المنظمه العالميه للصحه ولي بارتنير نتاعها اليونيسيف والبنك العالمي البنك الدولي وعده اطراف اخرى واحنا منخرطين فيها وخذينا معناها الاكسبتاسيون نتاعنا خاطر مش سهله قدمنا ملف كامل ودونك منخرطين دونك هذاك تقول لي الوقتاش باش يجي وما نعرفوش بالضبط فما دي سانسيرتيتود نجم تكون قبل نجم تكون في وسط ولا فرد وقت هي والليفريزون اللي قلت لك احنا ديجا انجاجي فيها نجم تكون بعد بشويه فهمت احنا الهدف نتاعنا باش نلقحوا 20% اقل تقدير من الناس من التوانسه وماذا بينا نوصلوا حتى 50% باش نقطعوا معناها انتشار الفيروس والعدوى تكون يقفل الفيروس ما عادش ينجم يعدي ويتعدى للناس قريب. اوكي. حبيت نجاوبك على تطبيق الاجراءات في التلقي. صحيح لاحظنا منذ مده عدم تطبيق الاجراءات الكل مش حتى بصفه واضحه وبصفه جريئه. هذا لاحظناه في اللجنه والسيد رئيس الحكومه خذا إجراءات وتعطاه أصدر تعليمات واضحة للتطبيق الصارم لكل الإجراءات الوقائية اللي تم إعلان عنها يوم 6 ديسمبر. زهر الدين برحيمة من تينسكوب حبيت نسأل على بعض المعلومات اللي خرجتها بعض المواقع والمجلات العلمية واللي دولوا فيها التوانسة وحتى طب التوانسة المعروفين يقولوا سلسلة جديدة متاع انتشار الفيروس إذا كان فما معناتها سلسلة جديدة اللي هي أكثر انتشار يعني ينقص من الشراسة متاع الفيروس اللي هي نجم نشوفها حاجة باهية معناتها نجم نشوفها كخبر مطمئن وإلا لا شكرا نجم نقول عليها بون الوحدة هذه جديدة كما قلت هو صحيح عادة كي يقوى برشا الانتشار باش تنقص الشراسة هي حتى لو برانسيب متاع التلقيح كنت تفكروا في باستور هو يعمل كولتور متاع فيروس ولا بكتيري مدة طويلة وقتها تولي تنقص من الشراسة نتاعها واللي استعملها كتلقيح هذا هو البرنسيب لكن توا الموجود اللي نعرفوه اللي هو السلالة الجديدة اللي هذه ظهرت هي تعطي معناها عدوى أكبر هذه هي اللي ظهرت معناها وحتى قيموها معناها العدوى تعطي الآغ هذاك لو تو دو ريبرودكسيون تزيدوا 0.4 وهو حاجه كبيره دونك تعدي اكثر ما فماش معلومات اللي تقول اللي الفيروس هذا عنده شراسه اكثر والا اقل اوكي الحاجه الاخرى هو نجم نلقاوه الفيروس هذايا بالبي سي ار اللي لهي نستعملوا فيها باش نعملوا ديتكسيون تاع الفيروس كيما نعرفوه من اللي بدا وحتى هذايا برا سيد وزير شكرا Merci.